حول هذا تنفيذ البرنامج ديال التكوين المستمر لفائده الصناع التقليديين بين جهه، وبرنامج دوره تكوينيه لفائده الصناع التقليديين والمكونين المنحدرين من الجهه الافريقيه الاعضاء في لجنه التنسيق للتنميه وانعاش الصناع التقليديين الافريقيه اوديبا. هو هذا السؤال شقين، الشق الاول والشق الثاني. غنبداو الشق الاول هو تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائده الصناع التقليديين بين جهه، وحبس هذا يهم الحرفيين ديال الجهه. انت تقول لي ودي راه الدعم اللي كاين راه ديال الافارقه راه ما تيمشي هنا، تذكر بين جهه وعاد هو برنامج الدوره التكوينيه لفائده الافارقه. عندنا مشكل، هاد تنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائده الصناع التقليديين بين جهه، راكم تتكونوا الحرفيين، تعيط عليا الموظف تيقول لي هضر على نزعوا الدبلومات، ما يعيطش لي يقول لي انا نزعوا الدبلومات، يعيط لي يقول لي جيب لي الحرفيين نجيبهم له وانت تصور معاه. انا كاع ما تصورني معاهم، انا عيط لي نجيب الحرفيين يستافدوا، اما تجي دير انت تعيط للحرفيين دير البرنامج تعيط لي في كل شيء تقول لي هضر على المزعاجي، بلاش ما تتشركناش في العمليه، وانت تشكر الاخوان اللي تيتنقلوا، واحنا ما تتشركناش معاك في المكتب، ما تتشركناش، تنسيقوا الاخبار، هو عاد داز التكوين عاد فرحتوا الدبلومات هذه يومين ولا ثلاث ايام فلا درتوا فورماسيون للخياطه ما كباريش، شكون اللي استافدوا؟ واش تبعيات واش تعاونيات واش حرفيين وشكون اللي عيط لهم؟ اذا حنا شنو الدور ديالنا؟ من تجي انت المنطقه اللي انا فيها ما تعيطش ليا ما تشركنيش في العمليه، راه هذا هادشي اللي تلوموك عليه السيد الرئيس، راه ما تنقولكش ما تديش، راه تنشكروا الموظفين اللي تيقوموا بعمل جبار، راه ما تنكروش العمل اللي كاين، انما هادشي خاصو يتخذ بعين الاعتبار انك تشرك المكتب واللجان والاعضاء. واللي عنده نيه حسنه وباغي يشتغل. جاري مصطفى نائب رئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط سلا القنيطره. كان اليوم في اطار دوره ديال الصناعه التقليديه اللي تنظمت بمدينه القنيطره اللي كان فيها اشكالات كبيره ونقاش كبير حول طريقه السير ديال المؤسسه اللي احنا غير راضيين عليها واللي تناولناها عبر اللجان والمكتب، ما وصلناش لمجموعه من النقاط الجوهريه اللي نورمالمون حنا كممثلين ديال القطاع في مدينه سلا اللي عرفات واحد التهميش كبير في اطارها الجهويه المتقدمه وفي اطار رئاسه السي عبد الرحيم الزنزامي اللي هو تيكرس هذه الثقافه هذه ديال تهميش هذه المدينه هذه. لذلك ارتاء مجموعه من الاعضاء ديال غرفه الصناعه التقليديه اللي هما 15 عضو تقديم عارضه للرئيس في اطار القانون 18/09 خاصه الماده 13 التي تنص على ادراج نقط في ضمن برنامج الجمعيه العامه بثلاث ايام قبل تاريخ الدوره، ولذلك حطينا هذه النقط هادو وجا الرئيس اللي رفض انه يدرجهم وعرضهم على الجمعيه العامه اللي ضرب بعرض الحائط كل القوانين ديال 18/09 لان في ظل النص القانوني لا مجال للاجتهاد، فهو بلاص ما يعلل السبب لان القانون اعطاه بانه يا اما يعرضهم للنقاش او يرفض ويعلل السبب ديال الرفض على ان يتضمن ذلك في محضر الجمعيه العامه، اللي عرضها هو على الجمعيه العامه باش ترفض هذوك النقاط اللي هما مجموعه ديال النقاط اللي مهمين بزاف اللي داخلين في اطار التسيير، فيهم النقطه ديال دعم ديال مجموعه الحرفيين ديال الحجاره، نقطه ديال مجموعه الدعم ديال الحرفيين ديال موالين السروجه، دعم اللي مخصص للحرفيين ديال الفخار، تنظيم ديال المعارض اللي كاينين، بطء الاجراءات الاداريه داخل الغرفه الصناعه التقليديه بل انعدامها بتاتا، عدم تجهيز المؤسسه، كذلك اتفاقيه ما مصير واحد الاتفاقيه توقعات مع الجماعه ديال بولقنادل. كاين واحد مجموعه النقاط اللي هما 10 اللي كنا تنهضروا عليهم، كذلك المعرض الجهوي، المعرض اللي غيتنظم بنيروبي، مجموعه من النقاط اللي هي تتخفى لا التكلفه ديال الميزانيه ولا الطريقه ديال التنظيم ولا التوقيت بالضبط ولا مجموعه من الاكراهات اللي حنا تنعيشوها اللي كاين غياب تام ديال المعلومه، فمن تنجيو نطبقوا القانون فالرئيس يقول لك انا ما بغيتش. الوغ كنتم حضرتوا معنا وشفتوا الاجوبه، تنتمنى انكم تنشروا الاجوبه كيف ما كانت باش الراي العام يعرفوا الاشكالات اللي كاينين، وتنطالبوا المسؤولين والمديرين ديال الوزاره الوصيه اللي تيشرفوا وتيسيروا معنا في اطار الشراكه الغرف انهم هذا الشيء يوضعوا له حد ونرجعوا للقانون اللي هو قانون ديال غرف صناعة تقليدية اللي يمكن من خلاله نرفعوا مستوى ديال الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة التقليدية. وشكرا. هذا كلام ناجح صراحة، السير ديال
ديال الغرفه الكل في واحد المشكل ديال انه في جميع المجالس المنتخبه ترفعوا تقارير ديال اللجان وكتقرا الا ان ما عرفتش علاش تجتمع اللجان تيجي رئيس اللجنه في دوره تيقرا تقرير ديال اجتماع ديال اللجنه ديالو حنا عندنا تنجيو هنا عاد تندوزو لرئيس اللجنه وتنرتبك وما جي ما متمكن دير ما عنديش مقاطعات ما عرفتش هذه هي من جهه زعما يعني الاجتماع ديال اللجان ديالو كان المفروض ان رئيس اللجنه تكون يجي يعطينا المعامل يعطينا مرور يعطينا تقرير ديال اللجنه ديال التكوين ديال المعارض يعطينا تقرير اللجنه ديال المعارض فيما يخص البرمجه انا باقي ما كملتش سيدي ماشي مشكل فيما يخص توزيع ديال التنظيم ديال المعارض حنا ماشي ضد ديال ماشي ضد هرهوره ماشي ضد تيفوز ماشي ضد مونيبوس نهام جميل جدا انه يكونوا معارض موزعه على الرقعه الترابيه ديال الجهه كامله ولكن راه السلاح بنا يمكن نوصفوا وهي اللي فيها واحده كثافه سكانيه وفيها عندها واحد المكسب المحترم ديال تنظيم المعارض في السنوات الماضيه معكم محمد بدني عضو غرفة الصناعة التقليدية جهة الرباط سالة القنيطرة عند دائرة العيايدة بسالة. اليوم تم عقد اجتماع ديال الجمعية العامة العادية برسم دورة يونيو 2023 بالقنيطرة اللي شهدت صراحة مهزلة بكل المقاييس واللي تم خرق فيها القانون المنظم الغرف اللي هو 18.09 من جوج ديال الجوانب. الجانب الاول انه تم اقتراح 10 نقاط من 15 عضوا من سلا تم الرفض ديالها من طرف الرئيس بطريقه غير قانونيه لانه النص القانوني او الماده 13 واضحه في هذا الجانب. هذا يتم رفض النقطة من طرف الرئيس بتعليل ويتم تدوينها داخل المحضر. هو دوز التصويت اللي كان غير قانوني بالبت. حنا غادي نطعنوا في هذه الدورة هذه في المحكمة الإدارية إن شاء الله غادي نسلكوا مسلك القضاء اللي كنعرفوه نزيه ونزيه في المملكة ديالنا. الجانب الثاني هو طرد أحد الأعضاء المنتمين للغرفة اللي هو التحق بنا حديث العهد السي مصطفى وكريم بدون الاستناد لاي سند قانوني لانه بنى الطرد ديالو على العشوائيه وعلى التدخل ديال بعض الاعضاء اللي تم التسخير ديالهم لهذه المساله هذه باش يتم الطرد ديالو بهذيك الطريقه. لان احنا في دوله الحق والقانون دوله المؤسسات تنتمي لواحد المؤسسه اللي هي مؤسسه ديال الدوله ماشي احنا اليوم راه حنا مسؤولين باش يتم طرد احد الاعضاء. فهذا الطرد هذا اللي تعرض ليه الاخ وكريم غير قانوني بالبت لانه القانون تيقول بانه يجب انذار العضو الانذار الاول والثاني والثالث عاد تيتخذ فيه حق الطرد بالتصويت. هو خد قرار ديال الطرد مباشره بالتصويت لانه دار حتى هو اقترح جوج ديال النقاط ديال واحد التعاونيه اللي استفدت بدون سند قانوني وتيسول على امتعه ديال ابو جان اللي باقي اللي سبق ليا وطرحت فيها سؤال في الدوره الماضيه في سلا. واليوم الموضوع ديال ابو جان ديال الامتعه ديال الصناع لا زال يفرض نفسه الى حدود الساعه. هذا الشيء اللي ما عجبش الرئيس واليوم اللي هو زوين بانه الرئيس يدوز يمكن اطول دوره منذ توليه الرئاسه ديال الغرفه من 2015 اليوم لانه كان تيتحدانا على اساس انه غيدوز الدوره في ربع ساعه او نص ساعه تولينا في 6 ديال السوايع اليوم. هذا نقطه ايجابيه تحسب للمجموعه ديال الاعضاء ديال السلا اللي حطوا النقاط. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.